دي ايه دي يا استاذ محمد؟ دي تونه. قرب من الكاميرا كده. دي تونه. تونه تونه البحر الاحمر. اه تونه البحر الاحمر. اه بسم الله ما شاء الله. هتتنضف بكره يا استاذ محمد ان شاء الله؟ حاجه سناره يا باشا. ده سنار كمان. الجلد بتاعها اهو بحاجه بسم الله ما شاء الله. صح بسم الله ما شاء الله. يا جماعه بصوا انا بضغط الجلد الجسم المتماسك، مش لو انت ضغطت ولقيت صبعك علمت اعرف ان السمكه تعبانه. طول ما مشدود صيد اليوم دي، صيد اليوم دي المشدوده اهي اهي يا جماعه مشدوده وبتلمع وربنا يحسن سوقها ان شاء الله. تتنضف في ليه دي ولا تعمل حاجه؟ كل حاجه ان شاء الله يا فندم. في ليه وجزل هتشال احشائها والجلد يفضل فيها. لا لا بتتسلق بتتسلق بانيه خالص، بانيه خالص زي الفيديوهات اللي شفناها قبل كده. اه دي بانيه ان شاء الله لو في نصيب باذن الله نيجي نصورها بكره وهي بتتجهز وتتقطع وتجهز لايه؟ لشغل الطهي. ربنا يسعدك. امين يا رب. طبعا اللي احنا شفناها دلوقتي وهي هتبدا يسلق فيها. هتعمل ايه ان شاء الله دي يا استاذ حسام؟ هتعمل فيليه. هتعمل فيليه. دي تونة البحر الاحمر. غير البلاميطة. غير البلاميطة خالص. عملية سلخ للجلد وتجهيز الجزء الاخر. الحتة دي بتعمل يا جماعة الدماغ والسلسلة شوربة مش كده؟ بس دي هتعمل طاجن. هتعمل طاجن. يعني المهم يعني مش الأجزاء دي بتعمل طاجن. جلدها رقيق وحساس مش كده شيف؟ اه عشان كده عايزه معامله ايه؟ انت بتوصل لجزء معين بعد كده بتشددها مش كده؟ اه بس انا عشان السكينه عندي حامل. السكينه حامل شويه، يستحسن بسكينه اقل من كده شويه. تمام. سيبها من النص يا جماعه. Thank you.
ده الجزء اللي فيه الشوك بيشيله عشان يبقى لحم صافي. ده هتاخده في الطاجن ده. وبالهنا وشفا اللي ياكل. الجزء اللي فيه الشوك برضه بيشيله من الجنب للاخر عشان يحصل في النهايه على لحم صافي في ليه. تمام.